نرجع تاني للبروبابيليتي ثيوري. فقلنا انه ممكن نعرف مثلا اف اوف اكس بتساوي بي دي اف لتوزيع نورمال ديستريبيوشن. فنقول نورمال ديستريبيوشن نحط هان المين وليكن مثلا 2 والستاندرد ديفيشن 4 او 3 3 بالشكل هذا واكس هان. هذا بيعرف لنا البي دي اف تبعت النورمال هذا اللي المين تبعه بيساوي 2 والستاندرد ديفيشن بيساوي 3. فممكن نقول له بلوت اف اوف اكس اكس مثلا من ناقص 10 ل 10 على سبيل المثال، بيطلع لنا اللي هو ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. خلينا نشوف الان نعرف مثلا المومنت جنريتنج فانكشن وبعض الخصائص الرياضيه تبعت التوزيعات. مثلا خلينا نقول له المومنت، نحسب مومنت جنريتنج فانكشن بالنسبه لتوزيع باسون واللامدا تبعته تساوي مثلا 3 زي هيك، ونخليها كفانكشن اوف تي على سبيل المثال. فبتطلع لنا على طول المومنت جنريتنج فانكشن. ممكن نعرف المومنت جنريتنج فانكشن لتوزيعات اخرى، ممكن تكون بعضها يعني الحساب بيكون معقد، زي مثلا باينوميال. الباينوميال في 2 بارامترز اللي هو عدد المحاولات واحتمال السكسس، ونقول له مثلا كفانكشن اوف تي فبيحسبها على طول. فممكن نقول له برضو ايضا مومنت جنريتنج فانكشن لتوزيع جاما ديستريبيوشن اللي بيكون فيه المين مثلا الاول بارامتر الفا والثاني البارامتر الثاني مثلا بيتا. نقول له كفانكشن اوف تي على سبيل المثال بيحسبها لنا على طول. طبعا هان لو عملنا واحد على بيتا زي الشكل اللي انتم متعودين عليه ممكن، فبتطلع لنا مش هو المومنت جنريتنج فانكشن بهذا الشكل. ممكن حتى نعرف المومنت ل مثلا جاما ديستريبيوشن with parameters الفا and واحد على بيتا زي هيك. الفيرست مومنت بيطلع لنا زي هيك اللي هو الفا على بيتا. الفاريانس ممكن نعرف طبعا المومنتس اي مومنت ان شاء الله العاشر اذا كان بنكتب بكلوزد فورم. خلينا نقول التالت او الرابع التالت زي هيك، فهي بيحسبه. ممكن نحسب الفاريانس لنفس التوزيع، نقول له مثلا الفا عن واحد على بيتا تعطينا قيمة حتى بالرموز بيحسبه اللي هي الفا على بيتا تربيع يعني. فكل اشي ممكن الواحد يحسبه بسهولة وبساطة. ممكن نحسب احتمالات تتعلق بتوزيع الجاما، فيفضل انه في الحالة هذه نعمل مثلا اكس او نعمل اللي هو الاسكيب اس سي دي اس سي اكس يعني سكريبت كابيتال اكس، ونعمل كمان اسكيب يساوي جاما ديستريبيوشن with parameters الفا and واحد على بيتا بالشكل هذا. فممكن نقول الآن نحسب ايش احتمال ان يكون probability مثلا x اكبر او بتساوي او خلينا نعمل اقل او بتساوي 2 مثلا
أو تلاتة، والإكس هذه توزيعها زي ما احنا قلنا distributed as اللي هو SCX بالشكل هذا، فبيحسب القيمة العددية. أنا ما حطتش الأعداد، شوف كيف حتى بالرموز بيحسبها، وهي قوة هذا البرنامج إنه بيحسب كل شيء بالرموز. لكن لو عملت هذه مثلا 2 وهذه 3 أي شيء، فالآن نحسب فبتطلع بشكل هذا، ممكن نحسب القيمة العددية، فهي الاحتمال بتساوي 99% تقريبا. ممكن نرسم احنا الفانكشن تبعت الجاما هذا plot pdf للجاما فانك distribution جاما distribution of parameters 2 and 1/3 عشان بس نشوفها، ونقول له ها طبعا نقول له x من 0 لحتى 4 أو 5 بس عشان نتعرف على شكل هذه الفانكشن. هذه هي الفانكشن، فهي ملتوية إلى اليمين اللي دو احنا حسبناها المساحة هذه على يسار 3، أي على يسار 3 تحت هذا المنحنى، فأغلب المساحة عشان هيك طلعت قريبة جدا من 1 لأنه أغلب المنحنى. لكن لو قلنا له أكبر من 1 فممكن نعمل له زي هيك، نقول له مثلا أكبر سوري إن أكبر أو بتساوي 1، أكبر أو بتساوي 1 مش هذا الشكل. ممكن طبعا نستخدم الكونديشنال probabilities، يعني مثلا نقول له probability مثلا x أكبر أو بتساوي 1 conditioned، نعمل escape conditioned إنه x أكبر أو بتساوي 3 أو 4، خلينا نقول 2 عشان تكون معقولة، بعدين x is distributed as scx بالشكل هذا، فبيحسب بيطلع 1. لكن ممكن احنا نغير فيها، نقول له أكبر بتساوي نص مثلا، يعني هان طبعا مش المقصود فيه انه نعمل حسابات لها معنى بقدر ما انه نعمل هذه الحسابات عشان نتعرف على الرموز. طبعا هذا بيصير الكونديشن المهمة لما احنا نستخدم أكثر من توزيع في نفس الوقت الكونديشنال probability، وهذا موضوع نوعا ما في عمق، فإن شاء الله لما نصله بنأدي حقه. خلينا نتعرف على توزيع اليونيفورم، فممكن نقول له مثلا moment generating function مثلا على سبيل المثال لتوزيع uniform distribution على الفترة، نحطها في بين قوسين كفانكشن اوف تي، فبيحسبها بشكل سريع جدا، ممكن احنا نستخدمها نعملها زي ما بدنا.